أيها السادة والسيدات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم ضيف خاص على قناة شوف تي في. معنا في هذا الأستوديو ضيفنا الكبير الأستاذ عبد الصمد بالكبير، محلل سياسي مغربي ومفكر أيضا، وقام بحفريات عميقة في الواقع العربي والمغربي. ومعي في هذا الأستوديو أيضا سينشط معي في هذه الحلقة زميلي مصطفى الخطاصير، سكرتير التحرير أسبوعية المشعل. بداية أستاذ عبد الصمد، مرحبا بك. مرحبا بك عندنا محاور كثيرة سي عبد الصمد الكبير، غادي نبدا معك بأول محور، هو المحور ديال وثائق بنما. كيف كتعرف أن هذه الوثائق هذه حدثت ضجة كبيرة في العالم واقتحمت كيف كنقولوا الكفر فور ديال الزعماء والسياسيين ومشاهير في العالم. كاين اتجاهين، هناك من يقول ان هذه الوثائق جاءت باهداف نضاليه لكشف المستور، لوضع الزعماء والساسه والمشاهير في المراه الحقيقيه امام شعوبهم، في حين ان هناك من قال ان هذه الوثائق جاءت لعمل نقول فيه نوع من الدسائس لاحداث نوع من الفوضى. وحتى هناك من ذهب بعيدا وقال الاهداف الدفينه لهذه الوثائق هي احداث موجه ثانيه من الربيع العربي. بالنسبه لك سي عبد الصمد، شنو هي قراءتك اولا لوثائق بنما؟ انا طبعا اميل لهذا الترجيح الثاني. فعلا الاهداف الاصليه من ما يسمى بالربيع في المشرق العربي نسبيا لم تؤتي اكلها النهائي، ولكن انجزت كثيرا من وعودها، خصوصا على مستوى التخريب وعلى مستوى إضعاف الاقتصاد وتقليل الأفواه وإدخال المنطقة في المجهول، ولكن عموما انتهى أجلها. الآن الهدف هو المغرب العربي، يعني ليبيا، تونس، موريتانيا والجزائر والمغرب، ومن ثم فإن هذه الأوراق بنما هي دفعة ثانية لنفس الهدف. لا نقاطعك سي عبد الصمد، علاش بالضبط كتقول ان المشرق العربي بحال كنقولوا مثلا بالدرجه غسلوا عليه يدي يعني سابسا؟ لا، علاش بالضبط منطقه المغرب العربي، رغم ان منطقه المغرب العربي او شمال افريقيا بالتحديد بدات فيها الربيع العربي في تونس وليبيا، مرت على الجزائر والمغرب ما صورت منه والو كيف كنقولوا، علاش بالضبط حاليا قلتي المغرب العربي؟ مازال مستهدف المغرب العربي، ان المغرب العربي محسوب لقطاعين، راسماليه الدوله هي المستثمر الأول، القطاع العام والقطاع الاجتماعي، صناديق الضمان وإلى آخره، ودعم القدرة يعني مجالية التعليم والصحة إلى آخره، والوجود الأوروبي. والحال أن الرأسماليات في العالم في صراع حول من يؤدي فاتورة الأزمة، هل الولايات المتحدة، هل أوروبا، هل البريكس، وأيضا هل دول الجنوب وفي مقدمتهم العالم العربي لأن عنده ثروات وموقع إلى آخره. فإذن الصراع في شمال أفريقيا مختلف عنه في المشرق، الميريكان يتصارع مع أوروبا في شمال أفريقيا، يريد أن يكون له موقع. باش نكملوا الحديث على يعني الأوراق ديال بنما، علينا أن ننتبه إن الأمر لا يهم الأمريكيين. لماذا؟ لأن الأمريكيين لديهم بنما، هم في نيويورك، في منطقة في نيويورك متوفر فيها جميع شروط التهرب والغش وتهريب الأموال إلى آخره، وبالتالي ليسوا في حاجة إلى الجنان الضريبية السبعة موجودة في العالم بما في ذلك بنما، إلا في حالات قليلة. المسألة الثانية أن أتباعهم مثلا في الخليج، دول الخليج وكذا، ليست دول فيها سيادة القانون ولا حتى الضريبة، يعني الناس يخرجون ويدخلون من البلاد بدون مراقب ولا حاسب، بالتالي ليسوا في حاجة إلى جنان ضريبية لأنهم أنفسهم جنان. المسألة الثالثة، علينا أن ننتبه أن المشكل حقيقي، لأنه الآن الرأسمالية منذ 2007-2008 تعيش أزمة، والأزمة في قمتها، أي في السلطة المالية، رأس المال المالي. الآن رأس المال المالي كما وقع في العشرينيات وعندما صعد هتلر أصبح محتكر لبقية الاقتصادات الصناعية، التجارية، الفلاحية، العقارية إلى آخره، وبالتالي أزمة رأس المال المالي تنعكس على الاقتصاد كله وعلى المجتمع كله وعلى الدولة. أين يظهر في الولايات المتحدة مثلا؟ الولايات المتحدة الآن مدينة ب 20 مليار دولار،
$20 تريليون. أي ما يتجاوز دخلها القومي اللي هو $16 تريليون. إذن هذه دولة مفلسة محتاجة إلى إنقاذ. العنصر الثاني أن التهرب الضريبي والغش الضريبي في الولايات المتحدة سبب في السنة الماضية فقط عجزا يقدر ب $31 تريليون. إذن الولايات المتحدة في حيص بيص. الوسيلة التي استعملت هي ما عبرت عنه بالحياحة، يعني أخافت رأس المال عن طريق تحريض الرأي العام ضده، وبالتالي أحس بأنه مهدد بمتابعة قضائية فضلا على الرأي العام، وبالتالي ليس له من ملجأ لحماية نفسه إلا العودة إلى الولايات المتحدة. وهذا نجحت فيه الولايات المتحدة، لأن يعني ملايير كثيرة في خلال أيام معدودة خرجت من الصين ومن فرنسا، أي الخصمين وليس العدوين، الخصمين اللدودين للولايات المتحدة الأمريكية نحو أمريكا. وهكذا أمريكا يعني أنقذت نفسها إلى جانب الأساليب الأخرى التي تستعملها في الإنقاذ، مثلا بيع السلاح عن طريق صناعات الحروب إلى آخره كما لاحظنا، وأيضا تخفيض سعر البترول لكي تؤدي الدول العربية المنتجة وفنزويلا. هنالك أستاذ عبد الصمد بالكبير أسئلة كثيرة وملغزة حول وثائق بنما. من بين الأمور التي يطرح حولها استفهام كبير جدا هو من هو الشخص الذي اتصل بالجريدة الألمانية وسرب لها في المرة الأولى هذه الوثائق؟ ظلت هذه الشخصية مبهمة عندنا. لماذا ركزت وثائق بنما على المنطقة الشرق وخاصة على الصين وعلى روسيا الاتحادية، وركزت على الدول العربية ولم نجد ولو اسم واحد مذكور على المستوى الأمريكي وعلى مستوى إسرائيل؟ هذه أسئلة يظهر أن وراءها خلفيات ما. أنا جاوبت على الولايات المتحدة لأن الأمريكيين ليسوا في حاجة إلى بنما لأن فيها إسرائيل هي أكبر جنان ضريبية الفساد، المخدرات والسلاح والعهارة والقمار إلى آخره، بالتالي ليسوا في حاجة. هذه أمور إجرائية. أما المهم هو أن هناك جهة ما سياسية اتخذت قرار استرجاع الأموال الموزعة في العالم في المناطق التي الاستثمار فيها مربح، وبما في ذلك خصومهم في المنافسة أي أوروبا، عن طريق التخويف والترهيب والتشهير، واسترجاعها إلى الولايات المتحدة لكي تنقذ نفسها من حالة الإفلاس، وهذا نجحوا فيه. مش ما كان صعب الصمد. والعنصر الآخر هو أنه فعلا بعض الأنظمة مثل المغرب مستهدفة، وبحيث أن وسائل الاستهداف عندهم هي تشخيص شعار إرحل، لذلك هم تركزوا على الرموز. وهنا السبب التركيز على صاحب الجلالة، لأن التركيز على صاحب الجلالة هو استهداف للنظام ككل، عندما تضرب الرأس ينهار الجسد. إذن هذا يدخل في هذا الصدد. والعنصر الآخر يدخل، لا يجوز أن ننسى أن لكل دولة أجهزة مخابراتها لا محتاجة إلى أموال لصرفها على أعمالها خارج الوطن. وطبعا بلدان من العالم الثالث ليس لديها سيولة لكي تصرفها على أجهزة مخابراتها سوى عن طريق هذا النمط من ولذلك عندما تريد أن تضعف دولة عليك أن تعمي عيونها وتصم أذنها. ما هو العين الأذن؟ هو المخابرات. إذا أنت أجهزت على المنابع ولذلك المغرب مثل الجزائر مثل سوريا مثل فلسطين مثل إلى آخره لديه أجهزة ويحتاج إلى تمويلها، وليس من سبيل لتمويلها بصورة غير شفافة، أي لا تسمح للعدو أن يكتشفها إلا الجنان الضريبية. إذا الولايات المتحدة تضرب على البيانو بعشرة الصباح،
اهدافها متعدده وليس هدفا استاذ صمد. يعني على ذكر المغرب، انت حددتي المغرب بالضبط وقلتي انه يعني منطقه امريكا، يعني بحال نقول مثلا وقفات المشروع ديال بين قوسين الفوضى الخلاقه في منطقه الاوسط لانها الربع العربي ادى وظيفته. قلتي الان ان المستهدف لا، لا يعني الهدف الابعد اللي هو تغيير الانظمه فشل فشل. غادي قلتي ان ركزت على بلدان المغرب العربي خصوصا شمال افريقيا الان وحددتي المغرب. علاش المغرب بالضبط؟ المغرب مستهدف. علاش المغرب مستهدف بالضبط وشخصيه؟ لان قلت انه المغرب عنده مقومات موضوعيه. نعم، ما هي المقومات للتقدم؟ ماذا يحتاج؟ يحتاج للديمقراطيه فقط. نعم، عندما يصبح النظام ديمقراطي وفيه درجه عاليه من تامين الحكمه فعندئذ كل الطرق مفتوحه امامه للسرعه في التقدم. لذلك ما هي المقومات؟ اولا المقوم التاريخي، هذا مهم جدا. المغرب له ذاكرة وبالتالي لديه، يعرف أين كان ويعرف مساره وبالتالي يستطيع أن يعرف إلى أين يتجه. عنده بحرين، عنده شواطئ سواحل 3500 كيلومتر، هذا ليس بالهين، نادر المثيل. نعم، قليل إلا الدول الكبرى حال الولايات المتحدة. دعني أستاذي عبد الصمد بالكبير أطرح معك أنا إشكال داخلي أحس به. قبل يعني تسريب هذه الوثائق ديال بنما، كان هنالك خرجة لبانكيمون ووصف فيها المغرب بالمحتل، خرجة ثانية أيضا من طرف الاتحاد الأوروبي أو محكمة المحكمة الأوروبية تطرقت إلى مناطق الصحراء على أنه لا يجوز أن يحصلوا منها على المنتجات، ثم جاءت وثائق بنما. هل هذا مسلسل محبوك ومتواتر أم أننا إزاء صدفة؟ لا، لا يوجد في السياسة الصدف. لأن هذه قرارات دول، والدول هي عقل كبير، يعني أجهزة لا حصر لها واعتبارات وأمور دقيقة جدا، وبالتالي لا يجوز أن نحلل التاريخ بالصدفة عندما يتصل الأمر بالدول. ولذلك المغرب مستهدف من زمان وليس حاليا، ويكفينا موضوع الصحراء للتأكد من ذلك. لأنك إذا أضعفت المغرب في الصحراء، فما بالك إذا لا قدر الله كان هدف الانفصال كذا، فإن المغرب سيتفكك، لأن نفس الاعتبار الذي يمكن به أن تفصل الصحراء يوجد في الريف ويوجد في الأطلس المتوسط. بالتالي هدف تفكيك المملكة يقيني. هو اللعب على هذه القوميات وعلى هذه التناقضات الداخلية، ليس أيضاً القوميات، الجهويات والإقليميات والقبليات والداخلية والأمور الصحيحة. وأيضا على أشرت إلى مسألة مهمة في إحدى خرجاتك الإعلامية مع جريدة المشعل، وتحدثت على أن هنالك أيضا لوبي حقوقي أيضا في المغرب يخدم هذه الأهداف. أغلبية الجمعيات التي تتحدث عن الحقوق سواء الأطفال أو النساء أو نعم، الإنسان أو مثل هذه، أنت تعرف بأن الغرب اليوم يشتغل بما يسمى بجمعيات المجتمع المدني أكثر من غيرها، وهناك جمعيات غير حكومية، عصابات الأربعة كما يقال، اللي فيها الأمنيستي وإلى آخره، هذه تشتغل مع المخابرات الأمريكية ولديها ميزانية ضخمة جدا وأهدافها سياسية، ولكنها مغلفة إما بالتنمية إما بالحقوق إما قضية المرأة إلى آخره، قضية النوع إلى آخره، أما بأمور ذات طبيعة ثقافية، يشجعون صحف معينة، قنوات معينة، إذاعات معينة، صحفيين تيشريون مثقفين، حوالي 400 مثقف عربي وقع شراؤها من طرف الولايات المتحدة قبيل الربيع العربي لنشر مفاهيم مغلوطة ولنشر شعارات فاسدة إلى آخره. فبالتالي أخطر سلاح الآن تشتغل به الإمبريالية الأمريكية هو خلق صدام بين المجتمع وبين إدارة الدولة، وهو نفسه الذي استعمله الاستعمار القديم قبل دخوله. استعمل المجتمع، شيوخ القبائل، شيوخ الطرق، بعض التجار الذين أخذوا الحماية من فرنسا، بعض الأعيان وبعض المثقفين اللي داروا لهم صحف طنجة وإلى آخره. هؤلاء هم الذين دفعوا بالدولة اضطرارا إلى أن تلتجئ هي إلى الحماية. الحكاية معروفة، أن مولاي عبد العزيز، أن مولاي حفيظ التفت إلى المدني القلاوي
الصدر الأعظم قال لي إذا كان هؤلاء احتموا بالأجنبي ضدا علينا وأضعفونا فلماذا لن نحتمي نحن بالأولى؟ نعم كان أسلوب اضطراري في الأخير يعني. نعم.